هذه آلة تسوية من نوع فولفو. عند إنزال المقابض إلى الأسفل مع بعضهما ينزل المجرف للأسفل كاملا هكذا، وعند رفعهما أيضا مع بعض يرتفع المجرف كاملا هكذا. وللتحكم في كل أحد الجانبي المجرف ما عليك إلا اختيار المقبض الأيمن ينزل الجهة اليمنى، والمقبض الأيسر ينزل الجهة اليسرى. القفل الذي هو على يسار المقبض إذا أدرته هكذا يجعل الآلة التسوية منقسمة إلى نصف هكذا، ليساعد في دورانها وفي عمل تسوية المرتفعات وإلى ما شابه ذلك، ولإرجاعه أيضا إلى اليمين تنقسم إلى اليمين وإلى اليسار تنقسم إلى اليسار. ولتسويتها طبعا ما عليك إلا إرجاعه قليلا قليلا حتى تستوي الآلة هكذا. طبعا المقبض الذي هو على اليسار يدير القفل الذي هو على اليسار يجعل العجلات تميل إلى الجهة اليمنى وإلى الجهة اليسرى أيضا لمساعدة في الدوران وما شابه. المقبض الذي هو على اليمين إلى اليمين وإلى اليسار هذا يخرج ويوجه المجرف إلى اليمين وإلى اليسار هكذا، والإرجاع هكذا أيضا يرجع من جهة اليسار هكذا. هي عملية سهلة وتساعد في العمل. الأقفال التي في الأعلى الأول هذا يجعل المجرف ينغلق وينفتح هكذا. وعند إرجاعه أيضا قلنا ينفتح وينغلق هكذا. أما القفل الذي هو بجانب القفل الأول هذا يجعل المجرف يدور قاعدة المجرف تدور كاملة من اليمين إلى اليمين ومن اليسار إلى اليسار طبعا للاستعمال عند العمل هكذا. يديره كاملا إلى اليمين، والجهة الأخرى تديره إلى الشمال هكذا. والقفل الذي هو في الأسفل هنا يجعل القاعدة التي تحمل المجرف تتجه إلى اليمين وإلى اليسار بهدوء هكذا. وعند الإرجاع ما عليك إن في نفس القفل تأخذه إلى الأعلى وإلى الأسفل فهو يتجه يمينا وشمالا. للتحكم في العجلات سواء بالمقود أو بالمقبض الأيسر، ولتغيير المقبض والمقود ما عليك إلا الضغط على هذا القفل الذي أعلى حتى يشتعل الضوء الأخضر هكذا. تستعمل المقبض في الدوران اليمين واليسار، وإذا أردت أن تستعمل المقود ما عليك إلا أن تطفئ القفل هذا وتسير يعني بالمقود. جميلة وسهلة، أرجو أن تنال إعجابكم، والسلام عليكم.